رجعنا حضراتكم مرة تانية. خلينا دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة. مراسلتنا العزيزة سارة حامد من فرع النادي الأهلي بس مش في الجزيرة بقى، هي موجودة دلوقتي في مدينة نصر، وعايزين نعرف من سيادة العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي في مدينة نصر آخر المستجدات الخاصة بالتطوير هناك. هو هيكون معاها دلوقتي في اللقاء. يا سارة صباح الخير عليكي، وصبحينا على سيادة العميد أيضا. صباح الخير، طبعا برحب بك يا نهاوند، واكيد برحب بك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده جديد من 10 الصبح في الاهلي، ولكن فعلا زي ما انت قلت يا نهاوند النهارده هكون معاكم في اخبار النادي الاهلي، ولكن يعني من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر هاخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار والامور طبعا المتعلقه بالنادي الاهلي وبالاخص هنا في فرع مدينه نصر. يمكن طبعا هيكون النهارده معانا لقاء مهم جدا مع سياده العميد احمد النحاس طبعا مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، واللي هيكلمنا عن يعني كل التفاصيل وبشكل اكبر عن كل الانشاءات والتطورات الموجوده هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ولكن خليني قبل يعني ما اروح في لقاء مهم مع سياده العميد خليني اكلمكم واخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار يعني طبعا والامور المتعلقه بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، ويعني خلاص يعني بعد مباراه طبعا سيراميكا كليوباترا واللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء طبعا في المباراه اللي اقيمت يعني بين النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد الاهلي والسلام. يمكن مستر بيتسو موسيماني قرر يعني بعد المباراه لاعبي النادي الاهلي يعني يكونوا في راحه سلبيه من التدريبات امبارح ويعودوا مره اخرى يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش النهارده ان شاء الله. يعني التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 على ملعب مختار التتش، وده هيكون في اطار استعدادات طبعا الفريق للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي الاسماعيلي يوم الاربعاء. يعني ان شاء الله المباراه هتقام في تمام الساعه 9 مساء على استاد القاهره طبعا في اطار منافسات الدوري الممتاز لكره القدم. خلينا دلوقتي بقى اروح يعني طبعا في هذه اللحظات لسياده العميد احمد النحاس طبعا مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. يا سياده العميد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه صباح الخير. صباح الخير استاذه سالا، صباح الخير استاذه نهاوند، استاذ كريم، صباح الخير قناه النادي الاهلي، مجموعه العمل المحترمه اللي احنا بنشرف بوجودها دايما جوه فروع النادي الاهلي ومقرات النادي الاهلي. سيادة العميد طبعا يمكن شفنا الفترة الماضية في طفرة إنشائية وتطورات يعني كبيرة جدا في كل فروع النادي الأهلي وبالأخص هنا في فرع مدينة نصر، يمكن طبعا أبرزها والأكثر يعني حاجة بتهم أعضاء النادي الأهلي وهي الجراج. يعني طبعا عايزين نعرف من حضرتك في البداية موعد افتتاح الجراج وطبعا اتكلمنا بالتفاصيل أكثر عنه. طبعا احنا الحمد لله بصفة عامة على مستوى فروع النادي الأهلي ومقرات النادي الأهلي في طفرة إنشائية أعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي والمنتمين للنادي الأهلي بيشعروا بيها. يمكن حضرتك النهارده بتخص بالذكر وده شرف لينا فرع مدينه نصر. طبعا كان في برنامج محدد من مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب لتطوير بشكل عام على المستوى الانشائي سواء انشاءات جديده او رفع كفاءه الانشاءات اللي موجوده اوريدي في فروع ومقرات النادي الاهلي. يمكن الفتره اللي فاتت كلنا عشنا وسعدنا بتطورات انشائيه، كلنا في انتظار آخر الأحداث المفترض كل أعضاء النادي الأهلي على مستوى الفروع وعلى مستوى المقرات منتظرنا هو جراج النادي الأهلي. يمكن كان من حوالي يومين بالضبط شرفنا بزيارة كابتن محمود الخطيب المستمرة لمتابعة التطورات أول بأول الخاصة بجراج النادي الأهلي في حضور الأستاذ الدكتور سعد الشلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي، وكان في كافة الجهات المعنية سواء على المستوى الإنشائي أو المستوى الخدمي متواجدة في التوقيت ده للوقوف على كل التجهيزات النهائية اللي إن شاء الله بإذن الله هتبتدي تشارك في افتتاح جراج النادي الأهلي. يمكن حابب أن أنا أقول لحضرتك مشروع جراج النادي الأهلي هو مشروع بالنسبة لعضو النادي الأهلي ومجالس إدارات النادي الأهلي كان حلم بيتحقق من ضمن الأحلام الجميلة اللي احنا بنشوفها يوميا جوه منظومة النادي الأهلي. جراج على مساحة أكتر من 33 ألف متر مكعب، يمكن مساحة كبيرة جدا، ساعة استيعابية بتتراوح من 800 سيارة ل 1000 سيارة. فعلا كلنا بنفخر بحدث زي ده، خاصة من لو بصينا للموقع الاستراتيجي الخاص بفرع النادي الأهلي تحديدا مدينة نصر. يمكن التردد على فرع مدينة نصر بنفترض أنه هو من أكثر الفروع اللي بيتردد عليها عضو النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الرياضي، قطاعات الناشئين والأكاديميات أولياء الأمور أبنائنا وأطفالنا من أعضاء النادي الأهلي يمكن ترددهم الأكثر على فرع مدينة نصر.
فده ان شاء الله باذن الله اعتقد ان هيبقى تحول محترم وجذري في منظومه انديه النادي الاهلي. وخلينا نقول ونحدد ان التطور ده يمكن بيواكب التطور الانشائي الخاص اللي احنا بنشهده على مستوى جمهوريه مصر العربيه. هنخص بالذكر مناطق مدينه نصر ومحاور مدينه نصر ومناطق المحيطه. النهارده احنا بنمر بفرع مدينه نصر من الخارج، بنشوف مداخل النادي الاهلي، بوابات جديده للنادي الاهلي، علامات النادي الاهلي ونسر النادي الاهلي، جراج النادي الاهلي مؤخرا يمكن هيبقى نقلة نوعية لعضو النادي الأهلي والقاطنين في مناطق مدينة نصر بشكل عام. سيادة العميد، يمكن انت اتكلمت عن نقطة مهمة جدا طبعا ضمن كلام حضرتك، انه اتكلمت على انه من ابرز الانشاءات والتطورات الموجودة في فرع النادي الأهلي مدينة نصر هي الأكاديميات. عايزين طبعا نتعرف مع حضرتك اكتر عن الأكاديميات، يعني اتكلمنا بشكل اكبر عن الأكاديميات طبعا لأعضاء النادي الأهلي. طبعا احنا يمكن بنشرف بوجود النسبة الأكبر من أكاديميات النادي الأهلي سواء على مستوى اللعبات الجماعية أو اللعبات الفردية. يمكن احنا قلنا قبل كده ان احنا فرع النادي الأهلي مدينة نصر زي ما قلت لحضرتك في الأول في العملية الإنشائية بتنقسم لشقين: رفع كفاءة المناطق اللي موجودة في الفرع المقصود بيها سواء مباني اجتماعية أو ملاعب رياضية. يمكن كان مؤخرا من ضمن الانشاءات المحترمه والتطورات الانشائيه اللي حصلت عندنا رفع كفاءه ملاعب اكاديميه كره القدم اللي هي تقريبا بتقع على حوالي 20,000 متر مكعب. النهارده عندي المركز الرئيسي او الملاعب الرئيسيه لاكاديميات كره القدم، المبنى الاداري الرئيسي، وده برضو من ضمن الانشاءات الجديده اللي احنا شرفنا بوجودها في خلال الفتره اللي فاتت. اكاديميات اللعبات الجماعيه سواء السله او الباسكت او كره اليد، اللعبات الفردية بداية من الألعاب الماء بكل بمختلف أنواعها، التنس الطاولة. يمكن النهاردة يعني حابب برضو في بدء الأمر أن احنا نهني منظومة النادي الأهلي الرياضية برئاسة كابتن رؤوف عبد القادر، لينا أبطال شرفونا في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وتحديدا في لعبة تنس الطاولة وأيضا في لعبة الكاراتيه. ده أكبر دليل إن منظومة النادي الأهلي تعتبر من أهم المؤسسات الرياضية اللي بتطلع الكوادر الرياضية سواء على المستوى الفني أو المستوى الإداري. النهاردة أنا ممكن التردد عندي في فرع مدينة نصر بيتراوح في فترات مواعيد التدريبات من 5,000 ل10,000 نسمة يومياً، مع اختلاف طبعا الألعاب وتردد الألعاب ومواعيد النشاط الرياضي بالنسبة لهم. فدي يمكن بنعتبرها مسؤولية احنا بنشرف بالإشراف عليها. منظومة نشاط رياضي محترمة جدا، عناصر إدارية وعناصر فنية بتتابع ده يوميا. أعتقد برضو لو رجعنا للجراج هيوفر كتير جدا من الجهد على أولياء الأمور والمترددين علينا بالنسبة للأكاديميات وفرق الناشئين. يمكن أكاديمية كرة القدم زي ما حضرتك عارفة بتخدم المنتمين للنادي الأهلي إلى جانب أعضاء النادي الأهلي، بمعنى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب مدي الفرصة لكل من هو عاشق للنادي الأهلي وعاشق للكيان أن هو يشارك بالفرصة أن هو يتواجد ضمن أكاديمية كرة القدم بالنادي الأهلي. أعتقد أن مشروع جراج مدينة نصر بشكل كبير جدا هيبقى مساعدة استراتيجية قوية جدا للفترة الجاية لكل من هو ينتمي لمنظومة النادي الأهلي. يمكن طبعا بنشوف هنا في فرع مدينة نصر تطور مستمر، يعني طبعا البوابتين، البوابة الخلفية والبوابة الرئيسية، كمان يعني جدران النادي الأهلي، الجراج، الأكاديميات، كمان المنطقة الترفيهية. النادي الأهلي مستمر في التطوير هنا يا سيادة العميد طبعا في فرع النادي الأهلي مدينة نصر. عايزين طبعا نتكلم على التطوير الفترة القادمة إن شاء الله في فرع مدينة نصر، يعني اتكلمنا على التطوير الفترة اللي جاية. طبعا زي ما قلت لحضرتك النادي الأهلي وتحديدا فرع مدينة نصر بيواكب التطور المشهود بالنسبة للقيادة السياسية المصرية في الفترة اللي فاتت. الموقع الاستراتيجي لفرع مدينة نصر مؤدي لمناطق حيوية جدا جوه جمهورية مصر العربية. لو قلنا مطار القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، كل المناطق المستحدثة اللي شرفنا بوجودها كمواطنين مصريين وبنسعد يوميا بالتطورات المستديمة اللي احنا بنشوفها، كان في حرص شديد جدا من مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب ان احنا نواكب هذا الحدث ونبقى على قدر وحجم
دورنا المجتمعي اللي احنا بنمثله قدام الشعب المصري بصفة عامة وكل من هو ينتمي للمؤسسات الرياضية أو النشاط الرياضي بصفة خاصة. لو ابتدينا سريعا كده، احنا الحمد لله شرفنا ببوابتين على أعلى مستوى. يمكن يا أستاذة سلا أنا بيجيلي منتمين وعشاق للنادي الأهلي لمجرد أن هم يشوفوا نسر النادي الأهلي، يتصوروا مع النادي الأهلي، يبقوا جنب الكيان وفي حضن الكيان. النهاردة زي ما حضرتك عارفة كان قرار محترم جدا من مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود والإدارة التنفيذية الدكتور سعد شلبي أن كاس أفريقيا أو البطولة العشرة أن احنا بنسعد بيها اليومين دول تلف على كل فروع النادي الأهلي، مقرات النادي الأهلي. ده إحساس بعضو النادي الأهلي، إحساس بالمنتمي للنادي الأهلي. كان ليه مردود السحر والمردود الإيجابي على كل من هو ينتمي للنادي الأهلي. بوابة اللي هي البوابة الرئيسية والبوابة الخلفية، مبنى جديد لجلسات العلاج الطبيعي الخاصة بعضو النادي الأهلي، وده يمكن ما كانش متوفر وما كانش موجود، بأسعار طبعا لا تقارن بأي مراكز طبية للعلاج الطبيعي الخارجي. منطقة مطاعم على أعلى مستوى، مجهزة بأعلى الإمكانيات اللوجستية اللي تقدر تخدم أو تبقى سبورت بشكل أو بآخر لكل من هو يسعى للاستثمار داخل النادي الأهلي. منطقة ترفيهية أعتقد اللي هي بنقول عليها مجمع حمام السباحة الجديد، أعتقد أنه هو نموذج منفرد مش موجود في أي نادي على مستوى مصر أو على مستوى القطر العربي والأفريقي. أمواج صناعية، يمكن أعضاء النادي الأهلي وزائرين النادي الأهلي من ضيوف أعضاء النادي الأهلي بيبدو الاستحسان للمواقع الجميلة المحترمة دي اللي نادرا لما بيشوفوها في أي مؤسسة رياضية. إحنا دلوقتي الحمد لله موفرنا للمواطن المصري اللي هو عضو النادي الأهلي إن هو يبقى متواجد في مكان محترم، ابنه بيمارس الرياضة وهو بيستمتع بيومه. كل الإمكانيات على مستوى المستوى الخدمي جوه النادي متوفرة. النهاردة أنا عندي فرع مدينة نصر فوق ال 52 منفذ في مجال الأغذية والمشروبات. ليه العدد ده كبير جدا؟ أولا مساحة الفرع تستدعي ده، 53 فدان ومساحة مش صغيرة. بنخاطب كل شرايح المجتمع المصري، بنخاطب كل المستويات على المستوى الدخل بالنسبة لعضو النادي الأهلي والزائر للنادي الأهلي. رفع كفاءة كل الملاعب الرياضية في الفترة الأخيرة، زي ما حضرتك عارفة احنا بنشرف كنادي أهلي بالاتحادات الرياضية دايما بتبقى حريصة ان المنافسات الرسمية بتتم جوه منظومة النادي الأهلي. فطبعا بيكون عملنا رفع كفاءة كامل لملاعب كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، صالة تنس الطاولة، حمامات السباحة. قدرنا مع فتح مجمع حمام السباحة الجديدة أو المنطقة الترفيهية إن احنا نوجد لأبناء النادي الأهلي من الأكاديميات فرصة أكتر إن احنا نفتح فصول جديدة، يبقى في مجال لتدريبات أعداد أكبر جوه النادي. عندي ملاعب التنس الأرضي بتشهد طفرة محترمة جدا، فوق التسع ملاعب بتخدم أكاديميات التنس وفرق التنس ورواد التنس الأرضي. فيمكن أنا سريعا كده عشان ما طولش على حضرتك، دي بشكل عام الإنشاءات الجديدة اللي احنا شرفنا بيها. وأعتقد في الفترة الجاية مع استكمال الجراج هنكون كده إن شاء الله بإذن الله يعني بنسبة كبيرة جدا تم تحقيق أكتر من 95% من البرنامج الانتخابي اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم وعد بيه ضمن بآلية محترمة لتوقيتات محترمة، وضع استراتيجيات على أعلى مستوى محددة الأوقات. أعتقد الحمد لله كل التطور ده بيخلينا كلنا كأعضاء وكأدارة تنفيذية وكعاملين وكمشرفين داخل المنظومة بنشرف بهذا الكيان، بنشرف بإدارته، بنشرف بالاستراتيجيات اللي هي مثل وقدوة لناس كتير قوي. أكيد طبعا بشكر حضرتك سيادة العميد طبعا أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وأكيد يعني بتمنى لحضرتك التوفيق إن شاء الله. يا فندم شكرا لحضرتك أستاذ السلا، شكرا للأستاذ كريم أستاذ نهواند، ويا رب تشرفونا كده على طول وتنورونا. وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد الهجري، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا وعلى الأمة الإسلامية وأمة مصر جميعا بإذن الله. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا.
يمكن ده طبعا كان لقائنا مع سيادة العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، من هنا من فرع النادي الأهلي بمدينة نصر طبعا اللي كلمنا عن يعني الطفرة الإنشائية والتطورات اللي موجودة هنا في الفرع. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو، يتكلم ليكي طبعا يا نهاون، تفضلي. احنا بنشكرك، وكمان بنشكر سيادة العميد المحترم أحمد النحاس على هذه التغطية الرائعة حقيقي منه، وإن شاء الله يعني قولي له إن احنا هنيجي نزوره في فرع مدينة نصر، بقالنا كتير نفسنا نيجي، بس إن شاء الله نيجي قريب ونشوف بعيننا ونصور ويعني ونعمل لايف ونوري الناس قد إيه في تطوير بيحصل فعلا على الأرض. شكرا ليكي جدا يا سعد.